اجتماع التنظيم الأول حددتوا مسمى للمجموعة هذه؟ أي الجماعة السلفية. أول تجمع أو جماعة سلفية في العالم الإسلامي هي بالكويت على فكرة. فصار حين انتخاب الأمير فصار عندنا جاسم العون أمير الجماعة. انتخب جاسم العون بإمارة الجماعة بعدها وعهد على طول في نفس الجلسة. عهد بمعنى؟ يعني أخذ العهد على الموجودين أنه السمع والطاعة. وأول لقاء كان بيني وبين الشيخ عبد العزيز بن باز. السلفيين في الآونة الأخيرة صاروا حزبيين مثل إخوان المسلمين. غابت الجماعة عن المسجد، ما في شيء اسمه جماعة سلفية في المسجد اليوم. الحرس القديم يعني من 96 وقبل 96 إلى اليوم هو اللي مهيمن على التجمع، وحصل يعني الانشقاقات اللي حصلت. ليش؟